طبعا احنا اضطررنا الى اخراج جميع المرضى العاديين في حاله الحرب، ولا نستقبل الا الحالات الجراحيه، وايضا لا يوجد اسره لاي حالات جراحيه اخرى لحالات الاصابات، لا يوجد اي سرير فاضي في العنايه المركزه الان. طبعا في ظل الحرب وفي ظل الظروف الان احنا لا نستطيع استقبال اي حاله باطنيه، اي حاله قلب لا نستطيع، فقط حالات جراحيه. فمصير الحالات هذه التي تعاني من أمراض مزمنة أو أي مرض مصيرها مجهول.